بسم الله الرحمن الرحيم. مباريات غتكون صعيبه، اللي غيزيد من الصعوبه ديالها هي الظرفيه اللي كتجي فيها. اولا كنعرفوا بان ما كاينش تنافسيه كبيره، رغم ان الفرق يعني تستأنفات دوريات وخذوا مباريات في الدوريات، لا في الدوري المغربي ولا في الدوري المصري، ولكن التوقف اللي دام ديال 3 اشهر غيكون عنده تاثير كبير على المنافسه. مثل هذه المباريات كتبغي واحد الاستعداد بدني كبير، استعداد ذهني، فكنظن التوقف غادي يكون عنده تاثير. كذلك غياب ديال الجماهير، لان هذه المباريات كتلعب بالحماس ديال اللاعبين، والحماس كيمدوا لهم يعني كيمدوا بهم يعني الجماهير اللي كتكون حاضره. كنعرفوا ان مثل هذه المباريات كتكون المدرجات مملوءه عن اخرها، كتكون يعني واحد الفرجه، كتكون واحد الاحتفاليه في المدرجات، فبالتالي كل هذه المعطيات غتغيب على هذه المباريات. لذلك فهي غتجي في واحد الظرف استثنائي وغتكون مباريات صعبه، خصوصا المباراه ديال فريق الرجاء الرياضي. صحيح الفريق متوج باللقب، معنويات مرتفعه، ولكن الغيابات غتكون غيابات مؤثره. يعني باش فريق يغيبوا عليه 6 اللاعبين اللي هما اساسيين، مثل احداد، مثل سند الورفلي في الدفاع، مثل عمر بوطياب، جبيره، فهذه كلها غيابات اللي غتكون مؤثره. وغادي يعني تفرض على جمال السليمي ان الاختيار ديالو غتكون شويه متقلصه، وبالتالي يعني غتكون الاداء ديال فريق الرجاء البيضاوي نتمنوا انه يحقق الانتصار، ولكن ما غيكونش يعني بالمستوى اللي كيكون ملي كيكونوا حاضرين هاد اللاعبين. هذا مباراه الوداد والاهلي نقدر نقول انه نهائي قبل الاوان، لان سبق الفريقين يعني تلاقاو في اخر نهائي في 2017 وكان الفوز لفريق الوداد. نتمنوا يتعاود السيناريو ويتكرر السيناريو وفوز الوداد. الصعوبه ديال المباريات كذلك ان فريق الوداد وفريق الرجاء غيلعبوا المباراه ديال الذهاب في المغرب، بالتالي مفروض عليهم انه يحققوا نتيجه ايجابيه من اجل انهم يضمنوا التاهل في المباراه ديال الذهاب اللي غتكون في مصر. ف يعني المستوى اللي غيظهروا به الفريقين بربعه ما كنظنش هو المستوى الحقيقي ديالهم كما قلت، لان يعني هذه الجائحه والتوقف ديال الدوري وغياب ديال الجماهير والحماس والترتيبات اللي كتسبق المباراه، يعني هذه البرود اللي كتسبق المباريات، فما كنظنش غتخلي ان تكون مستويات كبيره. وان كان يعني ملي كنسمعوا ان الفرق وصلت للنصف النهائي، فالاكيد انها ما وصلت للنصف النهائي الا وفرق اللي قويه، الا وانها فازت على انديه كبيره، ولكن كما قلت كتبقى الظرفيه كتحكم. اللي كنتمناه هو ان الوداد الرياضي ان شاء الله يكون في اليوم ديالو يحقق الانتصار، كذلك الرجاء الرياضي نتمناه انه كيف ما فاز باللقب ديال الدوري الاحترافي فانه يحقق نتيجه ايجابيه، ولما لا تتوج باللقب. كنظن العكس، لان باش تستقبل في الميدان ديالك في المباراه الاولى كتكون مفروض عليك انك ضروري خصك تسجل ولو على الاقل هدف وما يتسجلش عليك، لان الا سجل الفريق الخصم في الميدان ديالك فهذا كيعني ان يعني المهمه كتولي صعبه ومضاعفه، بالتالي خصك تبحث عن هدف انك تعدل النتيجه اذا كان هو السباق، وكذلك خصك تمشي للميدان ديالو وتسجل عليه، بالتالي كتكون المهمه يعني اصعب من انك غتلعب مباراه ديال الذهاب في الميدان ديال الخصم، والمباراه ديال الاياب اللي كتكون فيها كنقولوا مباراه ديال التدارك ديال النتيجه، يعني تلعبها في الميدان، فالضغط غيكون كبير على الرجاء الرياضي، الضغط غيكون كبير على الوداد، لانهم مستقبلين في الميدان ديالهم، والقوة ديال الوداد والقوة ديال الرجاء في الجماهير ديالهم، غياب الجماهير أكيد، لأن حنا تكلمنا مع المدربين كيقول لك ما كاينش حماس في المباريات، يعني اللي كيعطي الحماس هو الجماهير، غياب الجماهير بمعنى غياب واحد العنصر اللي ماشي غير مهم، عنصر مؤثر في النتائج، لأن لا الجمهور ديال الرجاء ولا الجمهور ديال الوداد الحضور ديالو بذاك الأعداد الغفيرة فكيكون مؤثر في النتيجة، لأن كيعطي واحد الدفعة للاعبين، كيدير ضغط كبير على اللاعب على الفريق المنافس، فغياب هذه الجماهير غتزيد من صعوبة المهمة وغتزيد من الضغط على فريق الرجاء والوداد.